النيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي بيتكون من سنترال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي المركزي، وبريفرال نيرفس سيستم جهاز عصبي طرفي. السنترال نيرفس سيستم بيتكون من البرين اللي هو الدماغ والسباينال كورد، الحبل الشوكي او النخاع الشوكي. والبريفرال نيرفس سيستم بيتكون من سباينال نيرفس اللي هي الاعصاب النخاعيه او الاعصاب الشوكيه، وكرينيال نيرفس الاعصاب الدماغيه. نتكلم عن اول مكون من مكونات السنترال نيرفس سيستم وهو البرين. البرين او الدماغ بيتكون من اربع مناطق. اول منطقه هي السريبرم، والسريبرم بينقسم الى رايت سريبرال هيمسفير وليفت سريبرال هيمسفير. تاني منطقه من مناطق البرين هو السريبيلم اللي هو المخيخ، وبينقسم برضو الى رايت سريبيلر هيمسفير وليفت سريبيلر هيمسفير. المنطقه الثالثه من مناطق البرين هي الداينسيفالون، والداينسيفالون بيتكون من السلامس والهايبوسلامس والايبيثالامس. والمنطقه الرابعه والاخيره من البرين وهي البرين ستيم، جذع المخ. البرين ستيم بيتكون من 3 اجزاء. اول جزء هو الميد برين وده اعلى جزء، تاني جزء هو البونس، وتالت جزء هو المدلة اوبلونجاتا. نيجي بعد كده للمكون التاني من مكونات السنترال نيرفس سيستم وهو السباينال كورد، النخاع الشوكي او الحبل الشوكي. والسباينال كورد بيشغل التلتين العلويين من الفيرتيبرال كانال. طول السباينال كورد حوالي 45 سنتيمتر في الرجال، ومن 42 ل 43 سنتيمتر في السيدات، وزنه حوالي 30 جرام. بيمتد السباينال كورد من اعلى عند الاطلس اللي هي الفقرة العنقية الاولى، ومن اسفل بينتهي عند اول فقرة قطنية او تاني فقرة قطنية. بيتصل السباينال كورد من اعلى بالبرين، بالتحديد بيكون متصل بالمدلة اوبلونجاتا، ومن اسفل بينتهي على شكل ديل بيطلق عليه اسم كونس ميدالاريز. بيمتد من الكونس ميدالاريز خيط رفيع بيطلق عليه اسم فايلم تيرمينال، بيكون ممتد من الكونس ميدالاريز وبينتهي عند السيجمنت الاول للكوكسكس. نيجي بعد كده للبريفرال نيرفس سيستم، واللي بيتكون من السباينال نيرفس اللي هي الاعصاب الشوكيه او النخاعيه، والكرينيال نيرفس اللي هي الاعصاب الدماغيه. السباينال نيرفس بتتفرع من السباينال كورد، والتفرعات دي بتترتب في صوره مجموعات بتتسمى بناء على اسامي المناطق اللي بتتفرع منها. فبيكون عندنا السيرفايكال سباينال نيرفس، والثوراسيك سباينال نيرفس، واللامبر سباينال نيرفس، والساكرال سباينال نيرفس. وبيكون في بعض السباينال نيرفس اللي بتكون في صوره بليكسس علشان بتغذي اماكن معينه. ففي عندنا السيرفايكال بليكسس والبراكيال بليكسس واللامبر بليكسس والساكرال بليكسس. السيرفايكال بليكسس بتغذي النك والثوراسيك كافيتي، والبراكيال بليكسس بتغذي الشولدر والابر ليمبس، واللامبر والساكرال بليكسس بتغذي البلفس واللور ليمبس. نيجي بعد كده للجزء الثاني والاخير من اجزاء البريفرال نيرفس وهو الكرينيال نيرفس. والكرينيال نيرفس عبارة عن 12 زوج من الأعصاب الدماغية، وهسيبكم مع فيديو بيوضح لكم بالتفصيل الكرينيال نيرفس. أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، ونظرة سريعة عن الأعصاب الدماغية.
جهازنا العصبي بيحتوي على 12 زوج من الأعصاب الدماغية مرقمين من الأمام إلى الخلف طبقا لاتصالهم بالمخ. والأعصاب الدماغية بتتقسم لثلاث أنواع: نوع حسي ونوع حركي ونوع مختلط بين الحسي والحركي. والعصب الأول في الأعصاب الدماغية هو الأولفاكتوري نيرف، العصب الشمي، وهو عصب حسي مسؤول عن حاسة الشم. والعصب الثاني هو الأوبتيك نيرف، وده العصب البصري، وهو عصب حسي مسؤول عن حاسة البصر. والعصب الثالث هو الأوكولوميتر نيرف، وده العصب المحرك للعين، وهو عصب حركي بيغذي معظم العضلات المحركة للعين. والعصب الرابع هو التروكليار نيرف، وده العصب البكري، وهو عصب حركي بيغذي عضلة من العضلات اللي بتحرك العين. أما العصب الخامس فهو الترايجيمينال نيرف، وده عصب مختلط بين الحركي والحسي، ومسؤول عن الإحساس بالوجه والرأس، زي مثلا الإحساس برموش العين والشفة العليا والقناة الدمعية، وبرضه مسؤول عن حركة معظم عضلات المضغ. أما العصب السادس هو الابديوسنس نيرف، العصب المبعد، وهو عصب حركي مسؤول عن حركة عضلة معينة من العضلات اللي بتحرك العين. والعصب السابع هو الفاشيال نيرف، وده عصب مختلط بين الحركي والحسي، والفاشيال نيرف بيغذي العضلات المسؤولة عن تعبيرات الوش والإحساس بالتذوق والإحساس بفتحة الأذن الخارجية. أما العصب الثامن هو الفيستيبيولو كوكليار نيرف، وهو عصب حسي مسؤول عن الإحساس بالتوازن، ومسؤول برضو عن ترجمة قوقعة الأذن للأصوات. والعصب التاسع هو الجلوستوفارينجيال نيرف، العصب اللساني البلعومي، هو عصب مختلط بين الحركي والحسي، لأنه مسؤول عن حركة عضلات البلع ومعظم حركة اللسان والإحساس بالألم ودرجة الحرارة في الأذن الوسطى. والعصب العاشر هو الفيجاس نيرف، العصب الرئوي المعدي، هو عصب برضو مختلط بين الحسي والحركي، وعصب بيغذي معظم عضلات القناة الهضمية وعضلات الرئة والقصبة الهوائية. والعصب الـ11 هو الأكسسوري نيرف، العصب الإضافي، وهو عصب حركي مسؤول عن حركة عضلات البلعوم. أما العصب الأخير والـ12 هو الهايبوغلوسال نيرف، وهو عصب حركي مسؤول عن حركة عضلات اللسان.